ايه بقى، نمت ولا ايه؟ يلا 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 يلا، خش 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 خش. رايح في البلكونة الشارع العربية، زي الجوية عندي كلها زي الجوية. رايح في البلكونة الشارع العربية، كل يدخل يعمل لايكات، ادي ادي لايكات من تحت. رايح في البلكونة الشارع العربية، انا جاي الهب حماسك وامشي، مش جاي من حاجة تاني. انا اول واحد دخلت اللايف موكا أسامة، في حال جراوي الموكا أسامة. هوية لا لا لا، أنا جاي 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 ألهب حماسك وأخش أنام، مش هعمل حاجة تاني. فأنت بقى يلا معايا بقى. وقلت تلاقي سوار اللعيبة بدو لفان اللي الزمالك الحبيبة، رنت موبايلي هي بحبك يا زمالك، أرسنال حبيبي ومدريد كذلك. أوه شير بقى لللايف، خمسة شير، احنا كسبانين خمسة، نعمل خمسة شير. لا 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 لا، لا 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 لا. اكتب الجرايد في الصفحة الرياضية ويتكلموا ياما في القنوات الفضائية، ويقولوا مهما يقولوا هشجع فريقي، الزمالك عندي هو البطل الحقيقي. اوه مزاج عالي. مين اللي عمل شير الجميل ده؟ حلو ده، يا ساتر يا رب. التكييف مش عامل حاجه خالص. زملكاوي عندي كلها زملكاويه، رايح في البلكونه شارع العربيه، ماشي في الشوارع بحتفل بالمئويه. وايت نايت بيتي متعب عنواني، زمالك حبيبي والمدرجات مكاني، دايما هتلاقيني على شمالي ويميني، احسن جمهور في الدنيا مش هتلاقي زيه تاني. الناس منوره الدنيا، احمد جمال ومحمود الوكيل والشاذلي وياسر وابراهيم وحسنين وحسني وكله، يوسف محمد وشادي واشرف، وهبقى معاكم دلوقتي. انا جاي اولع الدنيا وامشي، بس اصل هقول ايه؟ طيب هقول ايه؟ اتكلم بقى، اقول اخش اقول ايه؟ انا مش ما هو هو اللايف بتاع كل مره. يا جماعه احنا النهارده اداء جميل عالمي، كسبنا 4-5، كسبنا 3، كسبنا 6، وفيريرا عالمي، احمد زيزو مش عارف ايه اسطوره، شيكابالا ما حصل، ما في لا جديد يذكر ولا قديم يعاد يا اخوانا، ما فيش حاجه تتقال تاني. اللايف هو هو بتاع كل مره بيتكرر، فوز 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 فوز. الواحد بتبقى نفسه جزع، عارف لما تقعد تاكل بسبوسه 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 بسبوسه، بتبقى عايز حته مخلليه شويه مش. انما الواحد النهارده الواحد بيكسب 5 ونفسه مجزوعه. ايه بقى ايه؟ طب ما فيش هدف فينا، ما فيش هدف في مرمانا، ما فيش هجمه خطيره على عواد، ليه ليه؟ احنا ايه؟ احنا ازاي تحولنا بالشكل ده على البني ادمين كده؟ ما ده مش عدل برضه. سيب يا عم الناس تاخد وتدي معاك، ما تبقاش مفتري. هجمه هنا هجمه هنا، الكره كده، الكره هجمه هنا والكره هجمه هنا طول عمرها كده. انا هعمله صامت بس عشان في رسائل بتيجي. اوكي وحشتنا يا اسس، احلى صباح اسس، احلى واحد في الدنيا، الله يخليك، احلى اسس في الدنيا. شيف شيف مصطفى، شات بقى حاجه يا شيف، اقسم بالله ما باكل خالص، ليل نهار اكل بره، باتي اغير اجيب باتي شيدر، اغير اجيب باتي همبرجر، اغير اجيب باتي رومي. شوف لي حاجه، معانا شيف في اللايف يعني ما ينفعش.
بورسعيد كلها بتحبك. ده لاخواتنا ده يا جدع انت. كل اعوذ برب الفلق. اه والله ده انا لما بنبر في حاجه بتخرب يعني. بص هتلاقي الموسم اللي جاي الزمالك ده بيزحف على وشه. اشرف داوود. فنرجع لمرجوعنا ونرجع للكلام اللي احنا ايه كنا بنتكلم فيه. الزمالك يا جماعه بيكسب للماتش 130 على التوالي. انا اخر مره كان قبل الثانويه، قبل نتيجه الثانويه العامه يعني، اخر مره الزمالك عمل فيها اداء مش لطيف كان قبل الثانويه، قبل ما الطلاب يخشوا الامتحانات، خلصوا امتحانات الثانويه العامه والنتيجه طلعت والناس نجحت والتنسيق بدا، والزمالك بيكسب خمسات واربعات وثلاثات واداء حلويات. مش كده، مش كده الاداء ده. قاعد النهارده بتفرج الاول التاني التالت، طب حد ينكشنا، طب حد يعمل حاجه، طب اوفر علينا. طيب مش المقاصه بس من قبلها، مش كده الواحد نفسه بتجزع. ما بهزر، انا ما بهزرش، انا عايز يبقى فيه منافسه، يبقى فيه كوره في مصر، مش طرف واحد بس، طرف ايه، لاعب واحد بس قايم بالدوري كله اسمه احمد سيد زيزو. واحد اللهم صل على النبي الله اكبر عشان انا هجيب الناس دي الارض، واحد محدش عارف يسيطر عليه يعني. فرق الدوري كلها عجزت انها تسيطر عليه، المدافعين كلها عجزت انها تسيطر عليه. الله اكبر، والله ما بحسد، ده لو حصل له حاجه انا ممكن اروح فيها، بس مش كده يا جماعه. الليفل ده ايه ده؟ اللهم صل على النبي. احنا النقطه كام يا ابني النهارده؟ احنا كتير قوي، احنا عدينا ال 80 ولا 90 ولا كام؟ اصبر اجيب لك الجدول ونشوف الدنيا ديت. النهارده على فكره برضو كان معانا فرقه اسمها بيراميدز كسبت 2-0 يعني. انت دلوقتي مش بتركز مع الناس اللي في، انت بتركز هتجيب كام جون، هتكسب ازاي، الاداء عامل ايه، مين هيجيب هاتريك، مين هيجيب سوبر هاتريك. فبرضه عشان اعرفك ان النهارده بيراميدز كانت مع المحله فازت 2-0، ثم احنا فزنا بقى من الساعه 9 للساعه 11 عمالين نظرف باهداف من خمسه، من واحد لخمسه يعني، جبنا خمس اهداف في ساعتين، كانت فيلم يعني. سيف الجزيري واحمد سيد زيزو، سيف الجزيري واحمد سيد زيزو، واحمد سيد زيزو، هي الاسامي عماله تتعاد تاني. النهارده احمد سيد زيزو هاتريك، اول هاتريك طبعا مع نادي الزمالك في حياته. اقرا البوستات هاخدها يا عم اسامه، جاي ماتش ابو ظبي ولا لا؟ هتبعت لي تذكره جميله زائر كده رايح، انا معيش افطر، فهروح ازاي ماتش في ابو ظبي يعني؟ انا اصلا النهارده كلت وجبه واحده، بكلمك بامانه انت صاحبي واخويا، اروح ماتش في ابو ظبي؟ ما بروحش ماتش هنا مش معايا فلوس، هروح في ابو ظبي ازاي؟ نرجع لمرجوعنا تاني. احنا دلوقتي في المركز طبعا الاول من زمان واحنا بنقول الحته ديت، عشان بس الترتيب ده اهم حاجه يعني ببقى عايز اتكلم فيها. الزمالك دلوقتي لاعب 30 مباراه، قفلنشنا ال 30، 30 مقفوله، 30 في 3 تجيب كام؟ 90 بونت. ده الطبيعي بتاع ايه لو انت كاسب الدوري كله. احنا جايبين كام؟ جايبين 72 نقطه. الزمالك 72 نقطه، ده رقم مش سهل، رقم كبير جدا. 23 فوز. عايزك برضو تراجع معايا الارقام عشان تبقى عارف الزمالك مشي في الدوري ده ازاي، لان في ناس مش متذكره احنا تهزمنا قد ايه، تعادلنا قد ايه. لازم برضو تبقى عارف ان احنا مهزومين طول الموسم اربع مباريات بس، تمام؟ في منهم كده ماتشين ورا بعض، طالع الجيش وامبي والدروب اللي حصل لنا ده، ثم من بعده ما شفناش هزيمه تاني، وكان ماتشين في الدور الاولاني، فاحنا اتهزمنا في الدوري ده اربع مباريات فقط، وتعادلنا ثلاث مباريات فقط، و23 انتصار، منهم تسع انتصارات ورا بعض الاخرانيين دول. يعني احنا فايزين تسع ماتشات ورا بعضيهم. فده بالنسبه لينا والارقامنا في الترتيب. 30 مباراه ب 72 نقطه. 23 فوز، 3 تعادل، 4 ايه؟ هزيمة. جايبين كام هدف يا أس؟ جايبين 59 هدف، أقوى خط هجوم في الدوري. طيب ما قبل المباراة دي النهارده أهو كنا متساويين مع الأهلي، الأهلي هو كان أقوى خط هجوم في الدوري، ما قبل الخمسة بتاعت النهارده، كنا إحنا 54 وهو 54 هدف. لأن الأهلي كان في الترم الأولاني مع موسيماني كان بيجيب أهداف كبيرة. يعني كان بيجيب في الماتش عدد اهداف كبير، فكان هو اقوى خط هجوم في الدوري. بمباراه النهارده اصبح، انا بقول لك حاجات مش هقولها لك تامر شلبي نفسه، ولا بقى احمد عز ولا احمد حلمي ولا حد هيقول لك الاحصائيات دي الا عند العبد لله. فانت ركز معايا واديني لايك وشير وحركه البربور وشير اللايف وروق عليا. قبل المباراه دي كان الاهلي هو اقوى خط هجوم في الدوري، ثم احنا النهارده جبنا كام؟ اللهم صل على النبي، خمسه.
اصبحنا احنا اقوى خط هجوم في الدوري ب 59 هدف، بس احنا مش اقوى خط دفاع في الدوري، احنا داخل فينا 26 هدف، وبيراميدز والاهلي هم اقوى خط هجوم في الدوري داخل فيهم 20 هدف بس. فدي برضو ايه يعني كارقاما كده عشان تبقى عارف الزمالك ماشي اصلا في الدوري ازاي. بيراميدز بقى في المركز الثاني، وانا يعني عايز احيي بيراميدز على الموسم اللي هو عامله ده، 65 نقطة من 30 مباراة. مفيش حد يا جماعة من تقريبا من اخر 15 سنة اوعى عليهم عشان ما نرجعش بالمدة الزمنية اكتر من كده، مفيش فرقة غير الاهلي والزمالك كسرت حاجز الـ60 بونت تقريبا يعني. فكون ان بيراميدز هو اهلي وزمالك بس اللي بيكسروا حاجز الـ60 نقطة، الا بقى موسم استثنائي مثلا من 15 سنة للاسماعيلي، موسم استثنائي معرفش لمين، ولكن محدش جه وكسر علينا حاجز الـ60 نقطة من زمان قوي الا بيراميدز. فبرضه والله يعني بعيدا عن التريقة والكلام ده كله، لا هو بيراميدز يعني يحترم جدا في الدوري السنة دي، ان هو 65 نقطة، 5 هزايم واحنا 4 هزايم، يعني هو عامل برضه انجاز، 5 تعادل واحنا 3 تعادل، وهم دول اللي مقصرين معاه في النقط، فاهمني؟ فبيراميدز برضه في ارقامه الهزيمة مش كتير، متهزم 5 مباريات طول الموسم مش كتير. فانا برضو من هنا بصراحة يعني حبيت ان انا اشكر ان بقى معانا فرقة في الدوري قوية وبتوصل ل 65 نقطة، ودي محدش عملها طول الفترة اللي فاتت دي. ولكن انا من رأيي يعني هو مش هياخد بطولات طول ما هو ما عندهوش جمهور، ده من رأيي يعني. اي حد بيكلمني على بيراميدز بقول له مش هيوصل لليفل البطولة لانه ما عندوش جمهور، بس انما عنده كل المقومات التانية. الاهلي في المركز الثالث، وده 28 ماتش، نفسي بقى يلعب ال 30 ويخلصنا بقى ونمشي اللي احنا فيه ده بقى، كل شويه المؤجلات المؤجلات المؤجلات، يعني حط يا عم الماتشين اللي انت عايزه. 28 مباراه الاهلي تعادل 8 مرات، انت متخيل ده الفرق اللي عامل في نقط الاهلي كده؟ اتعادل 8 مرات، ولكن هو اقل فرقه اتهزمت في الدوري 3 مباريات بس على قد كده. فهو اتهزم 3 مرات ولكن اتعادل 8 مرات، احنا متعادلين 3 مرات ومهزومين 4 مرات. فالنسب هنا ايه؟ انا اهلاوي بس بحب اتفرج عليك والله موكا، ربنا يخليك يا موكا. خد يعني انا اندمجت معلش، فخديني للاخر لحد ما اخلص وارجع للهلس تاني. ففرق النقط الكبير ده من تعادلات الاهلي مش من هزايم الاهلي، لان الاهلي اتهزم 3 مرات فقط، فهو متعادل 8. عنده كام بقى المعلم ده؟ عنده 59 نقطة، باقي له ماتشين، حط يا عم الماتشين بتوعك 6 بونت على 59 بالراحة معاك اهو، 60 61 62 63 64 65، واحنا كام؟ 72. يعني حتى لو كسب الماتشين اللي باقيين له يبقى الفرق ما بيننا وما بينه 7 بونت، 76 77 78 79 56 67 68 67 70 71 72، معلش انا كنت في الثانويه العامه اصلا كنت بهرب. فالفرق ما بيننا وما بين الاهلي لو كسب مبارياته، لو كسب مبارياته، لو ده اداه شرط، لو انت كنت بتذاكر في الثانويه العامه اداه شرط دي يعني ايه؟ يعني الشرط والمشروط. ايه الشرط والمشروط ده يا عم اسامه؟ ما انا برضو تعليم عالي خلي بالك. يعني لو تحط بعدها شرط، لو حصل يجي لك اجابه. ايه بقى؟ لو كسب الماتشين اللي باقيين له يبقى 56 الفرق 7 بونت برضه زي ما هم، يعني اداه شرط، اداه قلت، مفيش، هو برضه الفرق تصدق. فلو كسب المؤجلات بتاعته هيبقى ايه؟ الفرق 7 بونت. قشطه ماشي. عارف انت عملاق اللغه العربيه واسطوره اللغه الانجليزيه وبغل اللغه الانجليزيه والحاجات دي، كنت بروح لهم على فكره، بس كنت بسقط برضه. فيوتشر بقى في حد في الكومنتات كان بيقول لي ان فيوتشر اقوى دفاع في الدوري، لا غلط الكلام ده مش حقيقي، بيراميدز والاهلي هم اقوى دفاع في الدوري. حبيبي اسامه والله انت عالمي، ربنا يخليك. احنا ماتشين نوصل 78 نقطه. انا نفسي نجيب ال 80 يا جدع، ايه 78 دي؟ هنقفل ال 80 ان شاء الله. فده بالنسبه لاول 3 مراكز في الدوري. تعال اخد معاهم فيوتشر بس عشان عايز اقول لك برضه على ارقام فيوتشر. فيتشر لعب 29 مباراة، فاز 14 مرة، اتعادل 9، 6 اتهزم 9، بالنسبة لأول موسم في الدوري ويحترم برضو. رايح الكونفدرالية 48 نقطة،
شابوه. بس الشابوه هنا بصراحة 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 لبيراميدز في الدوري ده، بعد طبعا الزمالك، يعني أرقام الزمالك في حتة ثانية. بس أنا بتكلم في إن محدش وصل ل 65 نقطة غير الأهلي والزمالك من فترة طويلة إلا بيراميدز. ده بالنسبة لترتيب الثلاث فرق الأوائل، اتهزموا قد إيه، تعادلوا قد إيه، إحصائيات يا صاحبي مش هتلاقيها في أي حتة. تعال ننزل للثلاثة اللي تحت عشان دول دايما بيشغلوني، يعني بيشغلني الثلاثة اللي فوق بيشغلني الثلاثة اللي تحت، فاهمني؟ مصر المقاصة تأكد هبوطه رسميا. طب وسام هو إيه، هو يعني يستاهل ان هو يهبط؟ اه يا صاحبي يستاهل ان هو يهبط يا صاحبي. دي فرقة مش عارفة تقف في الركنية ازاي النهاردة. لو انت يا عم لو انت ما شفتش طول الدوري مصر المقاصة ادائها ايه، هيبان النهاردة علشان تشوف ماسنجر الولد ابني بيحب. والله العظيم انا ماشي، انا مش هتحايل عليك عشان تشوف الماسنجر الولد ابني بيحبك، وده اخر طلب هطلبه منه. والله العظيم في رزايل بتتوه مني ما تناك يا عم. اتنك على ايه بس؟ والله العظيم ما باخد بالي من المسجات، بس انا خلاص والله حاضر بقى، اصل هم بيبقوا يعني فاهم. ماشي خلينا نرجع لايه، للثلاث. اسامه الزملكاوي احلى العالمي، احلى زملكاوي في مصر، ربنا يخليك علي والله. الله يعطيك العافية فوزي حرب. فتعال نرجع بس، عايز اتكلم عن اخر ثلاثة في الدوري. مصر المقاص عنده 15 نقطة من 30 ماتش، يعني بمعدل كل ماتش بيجيب نص نقطة. انت متخيل بيخش الماتش يجيب النص، نص نقطة ياخد النص ويسيب النص للفرقة التانية، الماتش اللي بعده ياخد النص ويسيب النص للفرقة التانية. فلا هي فعلا فعلا انا من الدور الاولاني والله، اللي متابع اللايف او الكلام ده كله هيعرف ان انا بقول ان المقصه دي هتهبط من بدري قوي، يعني اداء وشكلا وكل حاجه. طب يا سامح احنا نزعل؟ لا ما نزعلش، يعني مصر انا ما بحبش عامه اساسا، يعني كالاس ما بحبش انديه الشركات. فالمقصه نزل، المقصه طلع، مش هتفرق معايا في حاجه. يعني الجونه برضو يا ريت ينزل، الجونه مشواره بعيد وصحراء وغرب وفي غرب البلد، وبنفضل ماشيين قد كده ورايحين الجونه وجايين من الجونه، اتوبيسات من عند النادي وواخد معاك جاكيت وتيشيرت حوار. فالجونة يهبط ويريحنا من الافلام دي كلها، فهو برضو مهدد بالهبوط يعني عامه. والمقاولين وايسترن دول الثلاثه اللي هيحاربوا بعضيهم غير المقصه لاخر الدوري. يبقى ايسترن كومباني خلاص، الاسماعيلي مش هيخش في القصه عشان بس ما تخافش. ازاي مش هتحضر ماتش السوبر بالامارات؟ والله الباسبور بتاعي الفتره دي يعني في الغساله فتبل، فهينشف اروح الامارات على طول. يا عم صبري يا عم صبري، انت التيشيرت محسسكم ان انا مثلا جاي من اديداس ولا حاجه؟ ماتش في الامارات ايه يا جماعه؟ والله العظيم انت عسل. نرجع لمرجوعنا، اكلمك في الثلاثه اللي هيهبطوا وانت تقول لي هتحضر ماتش اللي في الامارات ده. انا عندي هبوط من الجوع. غزل ايسترن كومباني، الجونه، المقاولين، الثلاثه دولت هيحاربوا بعضيهم عشان يهبطوا ايه الفترة اللي جاية. قشطة قشطة، فيا رب ان شاء الله يطلع منهم المقاولين ويهبط الثلاثة التانيين. مين هم يا سامة؟ ايسترن كومباني، جونة، مقصة، دول اللي يهبطوا. بس لا المقاولين انا بحترم فرقة المقاولين بصراحة من زمان قوي. المقاولين دي عريقة يا ابني، المقاولين دي بقى لها 66 سنة في الدوري المصري. فلا ما ينفعش ابو موسى نبعت لك طياره مخصوص حبيبي والله. ان وانت وانا هجيبك يا عم نويت. نويت خلاص، بس اعمل ايه تاني؟ بس نويت انا ان هي موجوده. بس تعالى بقى اكلمك في حاجه تانية بعيدا عن السله، بعيدا عن ترتيب الدوري. احمد سيد زيزو يا جدعان، من خمس ست سبع ماتشات كده انا بتكلم في افضل لاعب في الدوري، فالجملة بتتأكد كل مباراة عن التانية بشكل اكبر مش بيقل. يعني مثلا بيجيب هدف فطلعنا قلنا احمد جاب هدف، جيب فاول فطلعنا قلنا احمد سيد زيزو جاب فاول. لا الموضوع ما بقاش، الموضوع بقى اكبر من كده. احمد سيد بقى بيجيب هدف واتنين وتلاتة وبيصنع اتنين. احمد سيد زيزو بيشارك بخمس اهداف في المباراة الواحدة. احمد سيد زيزو كل مباراة تقريبا ما بتخرجش عن اسيست او هدف. احمد سيد زيزو اجمالي اهداف الزمالك هو مشارك بنص عدد اهداف الزمالك،
احمد سيد زيزو اجمالي اسيستات كل لعيبه الزمالك، هو مشارك تقريبا بنص عدد اسيستات لعيبه الزمالك. فانت لو قعدت تتكلم في زيزو نفسك هيروح. هو احمد سيد زيزو دلوقتي 19 هدف، كسر رقم باسم مرسي في الزمالك، كان اكتر واحد يوصل لموسم واحد تقريبا 18 هدف او 19 باسم مرسي مع الزمالك الموسم اللي توهج فيه. قبلها بقى عبد الحليم علي وقصه تانية كده من 20 سنه. فاحمد سيد زيزو بيوصل لارقام هي ما حصلتش من فتره. لو زود الايام اللي جايه دي احمد سيد زيزو هيعمل رقم ما حصلش من 25 30 سنه مثلا. عبد الحليم علي كان عامله 22 هدف في الدوري تقريبا على قد ما اتذكر يعني. فهو لو كسر الرقم ده هيعمل ارقام ليه هو لنفسه تاريخيه. احمد سيد زيزو دلوقتي 19 هدف، قبل الماتش كان 16، النهارده بيجيب 3 19، الماتش اللي فات ممكن 2، الماتش اللي قبله كذا، الماتش اللي جاي ممكن تلاقيه جايب هدفين، الماتش اللي بعده ممكن تلاقيه جايب ضربة جزاء وهدف، لأن هو بيشارك عنده قدرة في ضربات الجزاء وفي الفاولات وفي في الملعب نفسه. فبإذن الله هيفنش الدوري ده 25 هدف بإذن الله، بإذن الله، ويعمل لنفسه رقم تاريخي تاريخي مع نادي الزمالك. محدش وصل قلت لك للرقم ده الا باسم مرسي في موسم تقريبا 2015 او حاجه زي كده، كان 18 او 19 هدف، وقبلها من زمان قوي بقى. فلو زود بالنسبه للاسيستات، احمد سيد زيزو جايب 12 اسيست، يعني ايه؟ صانع لزمايله 12 هدف. طيب اطلع الاله بس عشان الاله ورا ال بتاع هنا، لان انا في اللغه العربيه كويس انما في الحساب مش قوي. احمد سيد زيزو جايب 19 هدف، 19 اهي، 19 زائد 12 اسيست بيساوي 31 هدف. يا جماعه الرقم كبير، والله الرقم كبير. احمد سيد زيزو مشارك ب31 هدف مع الزمالك، نص عدد اهداف الزمالك طول الموسم، طول الموسم هو مشارك بنص عدد الاهداف. لا الارقام كبيرة والارقام ما حصلتش من فترة، والارقام تستحق ان الراجل ده لا يمكن التفريط فيه على الاقل الفترة دي. يعني ان كان هيجيله عروض كتير الفترة اللي جاية، بس الراجل ده، لا الراجل ده بيقدم عظمة، عظمة بمعنى الكلمة. مساهم ب31 هدف احرزهم نادي الزمالك احمد سيد زيزو. في فرق في الدوري ما جابتش ال31 هدف، يعني زيزو بفرق كاملة من حيث عدد الاهداف. عظيم عظيم، موسم عظيم واستثنائي، يعني ولم يحدث، وان شاء الله يحدث تاني، مش هقول لك ولن يحدث لاحمد سيد زيزو والدوري لسه ما خلص. ده انا عرقت من الكلام عليه. ربنا يحميه ويحفظه ويبارك فيه، يبارك في صحته ويبعد عنه الاصابات، كل الحاجات اللي احنا نتمناها له دي، لانه بصراحه بصراحه وجوده شيء اساسي في الملعب. وجوده احمد سيد زيزو الفتره اللي جايه هيكون نجم منتخب مصر الاول، يعني هيكون نجم مصر الاول كمنتخب كمان، مش نادي بس. طيب تاني هداف في الدوري هو جون ايبوكا 13 هدف، فالفرق ما بيننا وما بين جون ايبوكا اللي هو احمد سيد زيزو وجون 6 اهداف. فخلاص ان جون ايبوكا يجيب 6 اهداف لحد نهايه الدوري وارد ان هو يجيب جونين ثم جون ثم جونين، ولكن الموضوع بعيد قوي، يعني احمد سيد زيزو بعد قوي عن اقرب المنافسين دي. مروان حمدي 12 هدف، وده برضو بتاعنا يعني فما يضرش في حاجه، بس خلاص احمد سيد زيزو غالبا هو هداف الدوري بنسبه 99%. تاني اسيستر في الدوري بعد احمد سيد زيزو هو جوزيف جوناثان، ده 8 اسيستات في الدوري، ولكن ارقام زيزو هي الوحيده اللي تخض فعلا، انما الباقيين كلهم عادي يعني. 19 هدف بهداف الدوري احمد سيد زيزو، اول هاتريك يجيبه في مسيرته من ساعه ما انضم للزمالك، فده برضو حاجه تحسب له. اول لاعب في تاريخ الدوري، انا يعني
اعتقد من غير احصائيات ولا اي حاجه، يشارك بخمس اهداف في مباراه واحده، يحرز ثلاثه ويعمل اسيست في اثنين، اذا هو مشارك في الخمس اهداف. احمد سيد زيزو اسيست هدفين وثلاث اهداف، خمسه، خمسه من خمسه. يعني لو انت هتقيمه النهارده او هتديله درجه 10 من 10، 10 من 10، فما فيش يعني ما ينفعش ان انت تنزله عن 10 من 10 لانه مشارك في كل حاجه في الماتش. فعالمي طبعا. احمد سيد زيزو العالمي ده محمد عبد الحليم، زيزو واحد بس، محمود حشاد ساسي تتوقع يرجع؟ اتوقع يرجع وكنت متوقع يرجع من فتره. محمد حمدي، بص هكلمك في حاجه على موضوع ساسي والدحيل. انا عارف طبعا انت بتقول لي ليه كده، لان موضوع ساسي اثار اليومين الساعتين اللي فاتوا دول. ساسي مصاب، فبره في الدحيل والقطر القطري العين والغين والبق والمناخير والفرق الخليجيه دي، انت هي بتعاملك على ان انت استثمار، فانت هتيجي تجيب لي بطولات، تجيب لي اهداف، هديك والله والله احميك فلوس، والله اغرقك بالاموال، انما هتتصاب لي هفسخ عقدي معاك. انا بشوفها بره كده بصراحه، ما بيبكوش على حد. هتتصاب هشوف بديلك في الدوري الجزائري ولا الدوري المصري ولا الدوري التونسي، اشوف وقت كده في نص الملعب يعني، انما اقعد عليك فيك يا عم فرجاني، وان انا اعمل كلام الطيبه والحنيه دي بتبقى عندنا في مصر في الاهلي في الزمالك، نعالج اللعيب نقعد معاه سنه. الاهلي عالج كريم نيدفيد 5 سنين، الزمالك فضل يعالج في علي فتحي الباك الشمال 4 سنين، فعندنا احنا الحته دي ما تلاقيهاش بره، ده عامه يعني من رايي يعني. فهيتم فسخ التعاقد مع زاسي بحيث ان هو اصابته هتطول من شهرين لثلاث شهور، وبعد كده يعاد تاهيله تاني وينزل التمرينات والكلام ده كله، فالمستوى هيقل واحنا داخلين على موسم جديد. ف هيشوف نادي، فاقرب حاجه ليه اتصال من امير، ترجع الزمالك ارجع الزمالك، حدش يكره انه يرجع الزمالك يعني، الشعبيه الاولى اللي صنعته واللي عملته. فلا هي بنسبه كبيره اساسي ممكن يرجع الفتره اللي جايه بنسبه كبيره جدا كمان، ومش بفلوس كتير ولا حاجه. اساسي اصلا يعني هقول لك انا بيبقى في وقت، في وقت لازم تلمي فيه فلوس زي ساسي لما خرج اول مره، زي بن شرقي دلوقتي، وفي وقت لا لازم ترجع لجمهورك، لازم ترجع للنادي اللي عملك، لازم ترجع للكوره للملعب، مش كل حاجه لم فلوس. الفتره اللي جايه بتاعت ساسي دي فتره كوره، عايز يرجع للكوره، عايز يرجع للجماهير، عايز يرجع لشغف تاني، فاهم؟ هو فقد الكلام ده كله هناك، انا بكلمك من وجهه نظري طبعا. فاعتقد ان هو ممكن باحتمال كبير، ومحمود عبد العزيز قعدنا نعالجه قد كده، علي مصطفى مش هتلاقي الحته دي بره خالص، ان هم يعالجوا اللاعب بالسنه والسنتين والثلاثه، لا انا بجيبك ارمي لك فلوس قد كده، بس انت هتجيب لي عامل زي الشركات الخاصه عندنا كده، القطاع الخاص هديك 2000 جنيه هفحتك بيهم هتجيب لي 10,000، انما اقعد اعالجك وتامين صحي والكلام ده كله، ده عندنا هنا في الاهلي والزمالك وانديه مصر عامه، اسماعيلي المصري الاتحاد الكلام ده كله، بس بره ما بيتمش الكلام ده كله، وبشوفها كتير يعني في لعيبه كتير، اتصاب امشي، اتصاب امشي، اتكل على الله، يلا هات كده، فاهم؟ فاعتقد ان فرجاني او بنسبه كبيره هيرجع الزمالك السنه اللي جايه، لان الناس ديت ما بتصبرش، وهم دخلوا في مفاوضات مع لعيب تاني. ده بالنسبه لعمنا. طبعا النهارده تم الاعلان عن اشرف بن شرقي، النهارده ولا امبارح، والله كانت الان بقت تخش في دماغ الواحد، عن اشرف بن شرقي في الجزيره الاماراتي. هو كان من خلاص كان مقرر من فتره يعني ان هو عايز، في امور يا جدعان من ملامح الكلام كده في مع الناس، ان هو عايز يروح الامارات لشكل شخصي لاسري لحاجه هو في دماغه، ولكن مش يعني ما اعتقدش ان هو طموح اشرف بن شرقي انه يلعب في الجزيره الاماراتي، معلش معلش لا يقارن بنادي الزمالك مثلا، الجزيره الاماراتي ده ولا ليه تاريخ ولا ليه شعبيه زي نادي الزمالك، ولكن هي بتبقى امور ماليه مع امور اسريه مع امور جوانيه، بيقول لك بيحب بنت من شارع الامارات الرئيسي، تعرفش الموضوع ماشي ازاي، بس لا هي الفكره عند اشرف مش مجرد لم فلوس بس، هي حاجات متجمعه مع بعضيها كده، واعتقد ان اشرف في يوم من الايام هيرجع تاني يعني نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله يا سامح اشوفك عند نادي الزمالك يوم الاحتفال بالده، انا كنت عند النادي طبعا يوم الاحتفال بالكاس لحد تقريبا الفجر، راجع الفجر يعني. احنا النادي الحنين اللي في العالم كله، علي مصطفى، هي مش قصه حنين يا علي، هي قصه
مبادئ اللاعب ده اتصاب عندك، فهو محدش هيقدر ان هو يصرف عليه او ان هو يعالجه غير النادي يعني. فهو اتصاب كان بيأدي عندك خدمة زي ما اي حاجة يعني، فانت لازم تعالجه. انا بكره جدا جدا بصراحة اللاعب اللي اتصاب والنادي يرميه يعني، دي بشوفها قلة قيمة وقلة اصل وكل حاجة. وان كان في اندية في مصر عملت كده فهي غلط، بكلمك بجد بقى هي غلط بصراحة. لو في اندية في مصر شفتها رمت لعيبه قبل كده، بل من دون ذكر اسماء، وفي انديه رمت لعيبه كتير ولعيبه كبيره كمان، بس هو غلط. انا بشوفها بصراحه قله قيمه. انا اعالجك واساعد في مصاريف علاجك وامشيك، انما مش اول ما تتصاب ارميك يعني. ابو بكار جاي فعلا ولا ايه الدنيا؟ يعني هما بيقولوا ان هو مهاجم افريقي قوي جدا مضى للزمالك، في اخبار التداولت كده على ابو بكار وحسونه ورشيد، فاهم كل الاسامي دي طلعت. فالمعلومه الصح عند مين؟ الله اعلم. مع احترامي للجزيره الاماراتي نادي الزمالك رقم واحد، مع احترام فعلا، بس هو يعني مين الجزيره الاماراتي مقارنه بالزمالك يعني؟ لا يذكر في اي بطوله، لا يذكر في اي حته في العالم، لا يذكر في، شفت يذكر دي لان طبعا لغه عربيه. زي مبادئ الاهلي يا سما لما رمى كهربا، هتلاقي في كل نادي حصل حاجة زي كده. بس كهربا خان ويستاهل طبعا. دخلوا في ايه في موضوع كهربا؟ زي كهربا اتعامل معاك بلاشة كبر علينا ورم. انسى 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 قصة كهربا دي معانا خالص. احنا لينا عندنا 2 مليون دولار بالفوائد ناخدهم، مش عايزين منه حاجة تانية. اتكلم شوية عن سيس. طبعا احنا اتكلمنا عن سيس. ايه اللايف الجامد ده؟ زينب منورة الدنيا يا زينب والله. الزمالك فايز، اذا احنا مبسوطين واللايف حلو. زي كهربا بس خان. ابو بس اصابته ايه؟ بتاخد شهرين. انا بقول لك اصابته هتاخد من شهرين لثلاثه، ثم بعد كده اعداد تاني يعني. طيب علشان ما اطولش عليكم، احنا 32 دقيقه ماشي. الزمالك امتى تاني يا اسس؟ عشان السؤال ده بيتكرر كثيرا. طبعا نزلت فيديو على الفيديو عندي، الزمالك امتى؟ وشوفوا بكره ده الاربعاء، النهارده كان التلات. طبعا اكيد عارف حاجه زي كده يعني، مش محتاج دي كمان ان انا اقول لك عليها. ولو مش عارف برضو ممكن اقول لك ان بكره الاربعاء يعني، النهارده كان التلات، بكره 10 اغسطس فيوتشر هيلعب سموحه قصب في قصب. لا ليه ترتيب في الدوري ولا ده ليه ترتيب في الدوري، عارف انت الماتشات حشو، املى الرغيف وخد لك اي سندوتش وخلاص. فما عارف ماتشات بمل منها جدا يعني. سموحه وفيتش المقاولون العرب والجونه، لا هنا بقى جامد في جامد. ليه؟ ده هيهبط وده هيهبط، فاهم؟ فلازم هنا يعني لو انت عندك القدره انك تتابع، شوف المقاولين والجونه مين فيهم عنده عزم يقعد في الدوري وفرقه هكمل والكلام ده كله. اتمنى طبعا المقاولين، ما بحبش الجونه عامه يعني. فالمقاولين والجونه فرقه قويه. عندك بقى الضحك الساعه 9 طبعا مركز ثالث مع المصري الساعه 9، ان شاء الله يبقى في حفله بكره ونضحك تاني. ده بالنسبه لايه؟ ليوم الاربع غدا. طبعا الماتشات متكبسه علشان الماتش يخلص، كلمني خلاص عشان نظبط مباراه سيبورن. ماشي. الماتشات متكبسه، فانت كل ماتش كل يومين هتلاقي ماتش، لان الدوري يا جماعه كلها 20 يوم، وبطل الدوري خلاص يرفع الدوري يبقى هو الراجل ده بطل الدوري. فتتكلم خلاص احنا بنفنش يعني. انا قايل من يوم 3 4 ايام كده ان الزمالك هيحسم الدوري قبل 3 مباريات، هنلعب اخر 3 مباريات واحنا عاملين كده، انزل الماتش عامل كده تاكل في ضوافرك، فاهم؟ فانا شايف ان احنا اخر 3 مباريات في الدوري، اسلام جابر، ايمن حفني، عبد الشافي، عبد الله جمعه، دول اللي ممكن ايه، واتمنى نلعب بالدكه كلها يعني مع الشباب الصغيرين. طلع 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 سيف واسامه، كل دول اساسي يعني. لو فريرا يسيب لي اخر 3 ماتشات اديرهم اديرهم والله. فان شاء الله ان شاء الله نفنش قبل اخر 3 جولات في الدوري ونلعب بالفريق التاني او الصغيرين او البدلاء ايا كان يعني. فده بكره. الناس الاوروبيه بقى، لو انت اوروبي مثلا شايف نفسك جاي من حواري مدريد، ريال مدريد هيلاعب بكره فرانكفورت. ده في ايه يا اسامه؟ ده السوبر الاوروبي. مش ريال مدريد خد دوري ابطال اوروبا، فرانكفورت خد الدوري الاوروبي زي الكونفدراليه عندنا كده، هزم برشلونه في النهائي. فريال مدريد مع فرانكفورت، وده اول ماتش طبعا عشان هناك السيزونات هتبدا وكده، احنا لسه بنفنش.
فده الساعة كام؟ 9 برضه، فرانكفورت وريال مدريد. ده طبعا هيبقى شغال على القهاوي يعني، لو انت بقى عايز حاجة أوروبية انزل على، وعايز أهلي وضحك وكده في البيت عندك على أون سبورت. ده بالنسبة لماتشات بكرة، ده يوم الأربع إيه الدسم. عندك يوم الخميس ماتش واحد بس، الإسماعيلي والاتحاد السكندري، قصف في قصف مش هيعملوا حاجة يعني، الاتنين مالهمش فاهم رجا في أي حتة في أي حاجة. أسامة الماتشات ملهاش طعم، رغم المكسب ما عادش فيه منافسين. الساعة كام؟ إيه هو؟ ربنا يسهل ميزو مسهل حالة ضحك الساعة 11 يا رب إن شاء الله. ماشي طيب، نيجي للجمعة بقى. يوم الجمعة القادم في ماتشات يوم الجمعة؟ اه في ماتشات يوم الجمعة، انت مش هتقعد تاكل في محشي وكرومب وورق عنب ومفيش ماتشات. لا في الساعة 9 انبي والبنك الاهلي، ده كاس مصر الجديد، كاس مصر الجديد ده دور ال 16. حلو، ده حاجة في النص كده زنقوها في النص. طب عشان بس نمشي مع الايام، السبت نيجي للسبت. على فكرة يا جدعان خلاص بقى، يوم السبت ده دلوقتي اسمه السبت الممتاز، لان طبعا الدوري الانجليزي بدأ، الدوري الفرنسي والدوري الاسباني هيبدأ فالسبت ممكن تلاقي فيه مثلا فوق ما لا يقارب عن 22 ماتش. استون فيلا وايفرتون، ارسنال وليستر سيتي وبورتموس وموس وبرايتون ونيوكاسل وليدز وساوثهامبتون والحاجات الانجليزيه دي. تخش تلاقي اسبانيول وسالتا فيجو بلد الوليد وفيريال رايو فاليكانو وبرشلونه، الايطالي ميلان واودينيزي واتلانتا واسبندريوريا وليتشي وانتر ميلان. السبت ده بقى اللي عنده البين سبورت، الغني الشاب الغني الفشيخ اللي عنده البين سبورت. انا طبعا ما عنديش البين سبورت. فطبعا دي ماتشات ايه اوروبيه، لان في ناس بتلعب فانتازيا كتير. لقيت لاحظت ان في ناس قوي بتلعب فانتازيا الدوري الانجليزي، ده طلع وخد نقط، ده جاب هدف، عارف انت الفانتازيا في ناس ما تعرفوش في ناس تعرفها، فبيفرق معاهم طبعا الانديه الفرق الكلام ده كله. الحد الاهلي والمقص كاس مصر دور ال 16، ده بالنسبه للكاس الجديد. ها كاس الجديد، الكاس القديم احنا خدناه، احنا ابطاله، ها احنا بطلها لحد ما نبطلها الاثنين. الزمالك والاسماعيلي، احنا ماشيين كل ده عشان نوصل ليوم الاثنين بتاع الزمالك والاسماعيلي الساعة 9، ده دور ال 16 كاس مصر يوم 14، يوم 15 اغسطس، ده هيبقى يوم اثنين، اجازة الحلاقين. لو انت حلاق يا بختك، انما لو انت مش حلاق برضه يا بختك، اجز واقعد في البيت، ممكن بعد الماتش تروح تحلق. فهيبقى الزمالك والاسماعيلي الساعة 9، ده أول ماتش ليه. يا رب الزمالك يفوز ببطولة أفريقيا يا رب إن شاء الله بإذن الله. نسيب لهم السوبر ولا الكاس عشان زهقنا، لا سوبر ولا كاس ولا أي حاجة. كان في كوميك كده نازل على الفيس قبل ماتش الكاس بتاع الأهلي بتاع الأهلي، بيقول له عارف أنت الصورة دي الاتنين بيضربوا بعض، فبيقول له هديك الدوري بس سيب لي الكاس، فالزمالك قال له هاخد منك الدوري وهاخد منك الكاس، فكان كل البوست ده ها 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 يضحكوا، خدنا الدوري وخدنا الكاس بس، وهناخد الدوري الجديد اللي شغال ده، وهناخد الكاس الجديد برضه، وهناخد السوبر، ولو في بص لو في فلوس هناخدها، تلعب على فلوس هناخد الفلوس برضه، تلعب على التيشيرتات هناخد التيشيرتات. خلاص احنا معانا فريرة، معانا فريرة امام عاشور، حازم اسمه ايه شيكابالا، حازم عشان جت سيرته على لساني، زيزو، احمد فتوح، الونش، عواد السالك. فلا احنا معانا فريق كوره محترم يعني، عايزين صفقات بس معانا فريق كوره محترم يعني، رجاله في روح. النهارده انا في الجون بتاع زيزو وسيف نزلت كده على الصفحه وقلت الجون ده روح يعني، الهدف ده روح يعني، ايه روح؟ روح لعيبه يا جماعه والله العظيم، لو بتقعد تركز في حاجات في الملعب كده، دي روح لعيبه، مش تكتيكي وتكتوكا ومتعودين عليها في التمرين. بقى في ما بين اللعيبه روح عاليه جدا اتطبقت في الهدف بتاع زيزو وسيف. خد الكوره، لا انت خد الكوره، لا انت هات. زيزو كان ممكن يجيب هدف او يأنن، سيف ممكن يأنن، انما الناس ماشيه مع بعضيها الامور بالحب، مع ان كله المفروض يلعب على زيزو عشان يبقى هداف الدوري، لكن زيزو بيدي لسيف وبيدي لشيكا، وشيكا بيخدم عليهم هما الاثنين من تحت. بس روح والله العظيم عالية جدا جدا اتخلقت جوه نادي الزمالك، انا مش قادر يعني مش متخيل لها سبب غير ان هو فريرة لامم الناس حواليه وعامل ما بينهم روح عالية جدا. بلس حاجة
الجمهور اللي اجتمع على حب الزمالك دونا عن حب اللعيب. من المرات القليلة اللي وقفنا مع نادي الزمالك بعيد عن أبو جبل ماشي، اتكل على الله، طارق حامد ماشي، ألف سلامة، الباب يفوت جمل، باب يفوت أسد، عشان هو ماشي طارق أسد، أشرف ماشي، حب وتقدير وكل حاجة وعلى راسي يا أخويا وبتاع ومعرفش، بس اتفضل على الجزيرة الإماراتي. مصطفى محمد ماشي، تلعب في نانت يلعب في نانت، تلعب في بنت مش تفرق. فالجمهور دعم النادي، وقف مع النادي، قوي مع النادي، ما تطاش للعيبه. اتمنى ان احنا طول الوقت نبقى بنفس التشجيع ده، بنفس الاسلوب ده، بنفس العقليه دي، بنفس الفكر ده. اوعى اوعى، والله العظيم بقولها من زمان، والله والله ما من اليومين دول، انا بقولها من سنين، واللي متابعني معايا، اوعى تكون درويش للاعب. يعني ايه؟ ما تتدروش بلاعب. في درويش للاعيب عندنا في الزمالك، وبالاسم اقول لك عليه، اللاعب عنده هو كل حاجه في حياته، انما النادي مين؟ اوعى تشجع لاعب على النادي، غلط. اوعى تعلي لاعب على النادي، اداك وبياخد فلوس على اللي هو بيديه لك ده، ايه المشكله؟ هيجي واحد ويمشي غيره، وهيجي واحد ويمشي غيره. اوعى تزعل على لاعب ماشي الا اذا مشي باحترام ومشي من الباب الكبير زي ما بيقولوا. غير كده ادي اللاعب، مش هقول لك اديله على دماغه، بس هو بياخد مقابل اللي بيعمله ده بتشجيعنا، فما تتنكش علينا، اتكل على الله. عجبني قوي الزملكاويه مع ابو جبل. ايه يا ابو جبل؟ يعني عندنا ابو جبل، احنا عندنا بقى الصخره والجبل والبتاع عواد، وهنعمل منه اسطوره، ابو جبلين عواد، مع انه قصير عملنا منه. هنطلع العواد التنك، هنطلع محمد نديم. الجمهور يصنع اي لاعب في الدنيا، ولكن اللاعب ما يمشيش الجمهور على هواه. انت اللي في ايدك تخلي اللاعب يركب النادي، او اللاعب يطاطي وانا اسف وعايز ارجع وحقكم عليا وانتوا الاساس. محمود علاء لما عمل كده للزمالك في شمها تاني، ده احنا دافعنا عنك يا محمود يا علاء للركب، مستر اسيست. ما تقولش كده، ده احسن لاعب في مصر. ما تقولش كده، ده احسن مدافع جاب اهداف للزمالك. بس لما بقى لقى الامور مش ماشيه معاه، جه اعتذر للجمهور وحقكم عليا، وشيكا جابه وراح بيه للجمهور وعشان خاطر انا وسامحوه. يبقى انت عملت هنا ايه؟ ادبت اللاعب، خليته يعرف قيمتك كمشجع. اقسم بالله انت قيمتك كبيره جدا، انت قيمتك هي المنظومه كلها كمشجع. اوعى تفكر ان انت قاعد كده بتعمل كومنتات وبتاع وتتفرج على ماتش وتقفل. اهم واحد في المنظومه هو انت، وانا والمشجع ده والمشجع ده والزملكاوي ده والزملكاويه دي، احنا اهم ناس في المنظومه. بص على الجمهور لما رجع 2500 بس بيرجوا الاستاد. السوشيال ميديا قويه جدا جدا، مؤثره جدا، تويتر مؤثر جدا، ما هي دي وسائل التكنولوجيا الحديثه دلوقتي، فاحنا بنستخدمها، بس ليها صوت. واللاعب دوت ياخد على دماغه، ياخد على دماغه، ما احترمش الزمالك وما احترمش الجمهور وما احترمش. احنا دلوقتي عاملين مع زيزو كده ليه؟ عشان بيدي 100 مليون ماشي، خساره فيه والله العظيم، ياخد من النادي 100 مليون ما خساره فيه. امام عاشور ياخد 150 مليون مش خساره فيه، تبقى طالعه من قلبك كده حلال يا جدع للعيب. انما ابو جبل 10 مليون ولا يسوى، ولا ليه لازمه، ولا يستاهلهم. اي لاعب خلع من عندك ولا يستاهلهم، انت من جواك تبقى شايف كده. بس لاعب راجل، الونش لما يطلع على الكوره ويشيلها من عبد الله جمعه ويفقد الذاكره وينزل الملعب تايه ومش فاهم هو فين، ياخد اللي هو عاوزه الونش، طالما راجل، طالما بيقدرني، طالما بيحترمني، طالما شايل الفرقه على دماغه، طالما مقدر التيشيرت والشعار. انما انا شايف ان احنا نجحنا الفتره الاخيره اللي فاتت دي عشان الجمهور اجتمع على حب الزمالك، ووقف مع الزمالك، ما وقفش مع اللعيب. عايزينها تدوم بنفس العقلية ونفس الفكر. جينا فترة كده كنا دراويش ليش شيكابالا، مش هنكر ده كان غلط على فكرة. تعليش لاعب على ناديك ايا كان اسمه اسطورته، لو مين، لو عبد الحليم علي اسطورة الزمالك، تعلوش على النادي ابدا ابدا. انت تعلى فوق كل دول،
من اجل الكيان. انا الوحيد اللي مش مستفاد من المنظومه. يعني معلش انا طولت في الكلام، انا اسف، بس انا الوحيد، انا كمشجع، وانت اللي مش مستفيدين من المنظومه. احنا بنصرف بس على المنظومه، احنا بنجيب تذكره ونروح الاستاد ونركب ونيجي ونشحطط نفسنا وناخد اجازه من الشغل، واشجع وصوتي وزوري يتحرق دمي واتعب واناهد واجيب تيشيرت الزمالك واشتري علم واعمل 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 عشان ما يجيش لاعب يتنك عليا في الاخر ويتنك على النادي بتاعي. لا، تغور في ده، انا عايز الكيان اللي فوق، انا هدافع عن الكيان، كل الاشخاص تحت واحد، ده اللي عايز اوصله. شيكابالا على المنافسين وباله، يا ليله يا ليله يا ليله زرقاء. تاني اسبوع قال لك يا ليله يا ليله بيضه. نفسي بقى الماتش اللي جاي نلعب مثلا بتيشيرت اخضر ولا حاجه، يا ليله خضراء، يعني نوع في الالوان يعني عشان ما يزهق. بس احلى مسا من السويس واسلام الزملكاوي عليك، يا احلى مسا عليك يا سلمى. عشان تهت النهارده في الكومنتات كتير، اعمل لايك، اعمل شير، تابع الفيسبوك لو مش متابعه، اعمل فولو، اعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب، اعمل فولو لقناه التيك توك، تابع كل حاجتي، فاهم؟ فكك من الانستجرام، ما بحبوش، مش يعني انا عارفك رخم هتسيب كله وتروح تابع الانستجرام، ما بحبه، ما بتصورش، انا بنزلش صور، غريب اصلا الانستجرام ده بتاع العيال اللي هي شفايفها حمراء، وانا ما بعرفش، لما تضرب معايا شويه هبقى اتصور فلاتر وحركات من دي وبنزل انستجرام. بس فكك منه دلوقتي وخليك يوتيوب تابعه، اتمنى ذلك يعني، فيسبوك تابعه، تيك توك تابعه، اوكي، مساعد البروف اتكلم عنه يا فنان اديله حق، ده احنا اتكلمنا عنه قبل المباراه كمان، وقلنا ان هو ده اللي هيبقى على الخط واللي هيدير. وخلي بالك من ماتشين ثلاثه الراجل ده بيقف على الخط كتير جدا وبيدي تعليمات ليوسف اسامه وللعيبه اللي نازله. لا لا، ده مساعد البروف، ده هيبقى بروف يعني مساعد. ما هو نينو الميدا، ما هو تلميذ لفريرا. طبعا عايز برضه اقول حاجه على اليافطه اللي اتعملت لجيزفالدو فيريرا في النادي، يستحق يستحق طبعا. يعني انت بتزيدوا وبتافوروا بتاع، مالكش دعوه يا عم، ده نادينا، انت مالك لما حد يتكلم معاك، ده نادينا، انت مالك، وانت بفلوسنا نعمل يافطه لجيزفالدو، نعمل يافطه انا بقى اقول لك على حاجه، انا هعمل يافطه باسمي يا عم، انا حر، ده نادينا، احنا نعمل اللي احنا عايزينه. الراجل بقى اسطوره مش اسطوره، فيريرا اسطوره، اسطوره بالنسبه لنا احنا، استرنا، انت مالك، نادينا عملنا يافطه في جواه، انت ليك في النادي، فاللي يكلمك بالله عليك ابرد عليه. يعني انا اسلوبي كده، انا بارد، فلما حد يقول لك احنا عندنا ابو تريكه ما عملناهوش حديقه جايب 66، انت مالك يا باشا، ما تعمل جنينتك، حد قال لك ما تعملش فيها حديقه، هات خطاط واكتب حديقه ابو تريكه بس، خلاص. والله يا عم ما تيجي معايا اتفرج على، بس انت اتفرجت تخش معايا ادمن، مش فاهم حاجه بس انت منور الدنيا. طيب اخر حاجه بس عايز اقولها، الحديقه اللي احنا عملناها دي طبعا يستحق، يتعمل له، الراجل ده يعني اسطوره، هتفضل اسطوره عند كل زملكاوي، والراجل ده اصبح من اساطير المدربين في تاريخ الزمالك، يستحق يتعمل. النهارده مراته عملت ستوري او بوست على الانستجرام بتقول النادي ده غريب، النادي ده انا بنعشق نادي الزمالك ده، جمهوره بيعشقنا بطريقه غريبه، واني احب هذه البلد، والله العظيم كانت صعبانه جدا عليا في الكلام. اسامه احنا في نظر حضرتك، حضرتي يا عم اسامه خش على طول، يا اسامه احنا في نظرك محتاجين صفقات، محتاجين صفقات، فرقه حلوه بس محتاجه دعم، يعني محتاجه دكه. يا عم اسامه قول كده، صباح الخير صباح النصر، احنا ملوك الكوره في مصر، احنا ملوك الكوره واليد في مصر، خلي بالك، والسله. مفيش اخبار عن مصطفى فتحي؟ مفيش والله، بيقول لك رجع مصر قفشوه عشان يروح التجنيد، وهو دلوقتي بيستلم المخ. اللهم لا شماته يا عم، مش عايزين نشمت في حد، بس هو اختار طريق بعيد عننا، ودي برده كانت من اسباب ان احنا نجحنا الفتره اللي فاتت، ان احنا لا مصطفى ولا حبه الكريز ولا الشغل اللي احنا شغل الثلاجات اللي احنا بنعمله ده، فده مش مصطفى، اتكل على التعاون، هتلعب في بنزينه العب في بنزينه عادي، ايه المشكله؟ فما تمجدوش حد يا جماعه، ولا تسال عن حد، مصطفى فتحي مش لا يخصنا في شيء دلوقتي، ومش هيخش نادي الزمالك تاني، فخلاص. انت محترم ودمك عسل، اخوك من ليبيا، ليبيا دول والله اول مره اشجع كوره في حياتي، الزمالك متحشات، خمس او ست صفقات كفايه صح،
طب اديني لحظة راجع في دماغي كده. هنحتاج في حدود 7 صفقات. ليه بقى يا عم أسامة انت هتتنك علينا؟ انا قلت 5 انت 6 تقول لي 7. لا خالص، هنتكلم في حارس مرمى لازم اكيد، ما عندكش الا عواد وبعده طفل يعني. انت لو عايز تجيب حارسين كمان هات، بس واحد يرجع من الاعاره مثلا لو جنش او حاجه، انا بحب جنش بصراحه، وحارس جديد. ادي صفقه، باك يمين صفقه، ديفندر في نص الملعب صفقه، رقم 10 صانع العاب صفقه، وينج ناحيه الشمال صفقه، فروت صفقه، واتنين كده على الدكه ولا واحد على الدكه ولا حاجه. ادي 7 8 والله. نحتاج 7 صفقات على الاقل، مش هقول لك 8 عشان ما نوفرش، ولكن 7 صفقات بس سوبر. ها مش نعمل 7 صفقات وخلاص يعني، قول اللي عندنا زي الفل. الخضري مروان بتاع الكوره، الخضري ايه رايك فيه؟ ده في كذا واحد بيسال كمان، بيشوي نبيل. والله العظيم منور الدنيا كلها، احنا زملكاوي. غدا ابراهيم مش من اول ماتش يعني، مش من اول، استنى بس شويه. فاكر انت طلعت حسام عبد المجيد كانت وحشه، تخيل بقى. فاكر انت طلعت سيد نيمار كانت وحشه، احنا قلنا مش معناه كده انا بقول عليه وحش يعني، بس انا فاكر الكلام اللي كان بيتقال ان انا بطلع وبتكلم يعني. انا على فكره هاجمت حسام عبد المجيد في الاول. بص حسام عبد المجيد دلوقتي ازاي، ماتيب الغلاب بتاع برشلونه، بتاع ليفربول، والله العظيم شبهه بالظبط. هاجمت سيد نيمار، سيد فزلكه، والناشئين اللي بيطلعوا من عندنا يقعدوا يعملوا لك كده ويعملوا لك كده ويعملوا لك كده، كان طالع مش حلو، اناني وبتاع. بص سيد نيمار عامل ازاي دلوقتي، ممتع ممتع، بيعرف يرقص امتى، بس لسه عنده الفينش، التايمنج بتاع الباص الاخير ده لسه بيعرف يعدي امتى، وجريء. انا احب اللاعب الجريء يا جدع، اموت في اللاعب الجريء. امام عاشور جريء، انا اموت في اللاعب الجريء. اوباما بيخاف، ما احبش اللاعب اللي بيخاف ما يجيش معايا سكه. امام عاشور جريء، سيد نيمار جريء، الونش جريء، شيكا جريء، زيزو جريء. ففي نوعيه كده، استنى اصبر عليه يا عم، انت برنس والله، اخوك من اسكندريه محمد فتحي. فالخامه ما بتظهرش والله من اول مره، صدق اللي يقول لك بس عنده لمسه وعنده بتاع، لا لا، ماتشين، اربع خمس ست ماتشات كده تبتدي الخامة. ممكن يطلع اول ماتش على فكره وتلاقي باصتين ثلاثة حلوين، اوه وات از ذس، ميسي الغلابة، وبعد كده ناخد فاهم مقلب. بس كم ماتشين اللي جايين دول هيبينوا كام لعيب، هيبقى حلو على فكرة. وجهة نظري مصطفى نصر، يا ريت والله، اتمنى. بس في ناشئين الزمالك عامة بقى عندهم حتة الجرأة دي، لأن هم متربيين على كده. فبس الطلعة بقى اللي بتفرق، مع مدرب قوي او يطلع مع مدرب هلس كده، اللي هو ايه، ينزل يحبشك ويعمل وبتاع شوية يمشي. فلا جيزفالدو فريرا طبعا، انا بحب اصلا اقول جيزفالدو فريرا دي، او بتاعك بحس ان هو فخامة كده، جيزفالدو فريرا مش فريرا بس، لا جيزفالدو فريرا يا ابن اللعيبة. هو باسم مرسي ممكن يرجع تاني؟ صعب صعب يرجع، ولكن فريرا لو قشر يرجع. فرقة محتاجة صفقات تقيلة مع الفريق الموجود، بس في ناس منهم ما تنفعش الزمالك. أحلى على فكرة، عايز أقول لك إن في صفقات تمت كتير أوي أصلا، إحنا بنقول محتاجين الصفقات تمت أصلا. إيه رأيك في أبو بكر المهاجم الكاميروني؟ بشوي نبيل. مش هكدب عليك وأقول لك متابع، وده أبو بكر ده عشقي وحياتي، محتاج أتفرج عليه، محتاج أشوف إحصائياته، والله العظيم بجد. أنا ما بخش اشوف يعني، لما بيجي مدير فني اول حاجه اعملها بخش اشوف السي في بتاعه، والله ما بمشيش على الهيصه بتاعت الناس كده، او قوي بخش في السي في، عمل ايه، جاي منين، بيدرب اخر مره امتى، كان ماسك مين. فمحتاج برضه اشوف ابو بكر دوت. وانا في ناس بتقول عليه كبير، وفي ناس بتقول عليه لا مش بالسن، وفي ناس بتقول عليه عادي طب انا لازم اخش اشوف، فاهم؟ ما اقدرش اقول لك هبد دلوقتي وانا لسه ما خدتش قرار عليه. احلى مسا عليك يا اسامه، كل اخواتك الزملكاويه في السعوديه بيمسوا عليك، وبنفرح وبنتفائل بتوقعاتك يا وحش حبيبي يا هشام والله، وانتوا كلكم اخواتي، وهنا في القلب هنا كلنا اخوات في الدم يا جدعان، كلنا عندنا الشعار ده، هو حقيقي مش كده، اخوات في الدم، بنقابل بعضينا في الشارع، انت زملكاوي خلاص الموضوع خلص، انت كذا، انت في العربيه، في المواصله، في هنا، في مول، في اي حته، والله العظيم بنعرف بعضينا كده، عندنا في حته في الدم كده بتخش في بعضيها، خلاص بقينا اخوات. نفسك مين يجي يا اسامه؟ مصطفى نصر. والله ما اقدرش انا في حته الصفقات دي، اختياراتي
فاهم يعني. مثلا هقول لك على حاجه، موضوع السن ما بيفرقش معايا، انا عندي اللاعب الكبير الحلو الفكهاني ده الجميل ده يديني سنه سنتين يجي، ايه المشكله؟ انا هجيب اصل السن والاعمار ومعدل لوتا. بقول لك ايه، 30 سنه ده بيبقى فاكهه اللعيب، فاكهه اللعيب عند ال 30 سنه، ولينا في عبد الله السعيد عبره، ولينا في شيكابالا عبره، ولينا في عبد الشافي عبره، ولينا في ابراهيموفيتش عبره فانا ما بحته السن دي ما بعترفش بيها، اللعيب قادر يأدي خلاص يأدي. فاهمني؟ فلينا ليه اختيارات في الصفقات كده، وفي صفقات بتيجي كتير قوي ما بتبقاش عاجباني بصراحه، ببقى عارف ان هي هتمشي بعد في يناير اللي بعده، بس الصفقات يعني بتيجي في بدايه الموسم، وبعد كده عندك الصفقات اللي في يناير دي الصفقات الشتويه بس ميركاتو، فاهم الجو ده؟ ميركاتو الشتوي، فيبتدوا يمشوا في يناير او انت تعمل اعارات او تجيب لعب. ففي ناس بتيجي اول الموسم تمشي في يناير، فده لعيب بيبقى لعيب عاوزين ساسي يا وسام، بنسبة كبيرة ساسي هيرجع الزمالك. هتلاقيه واقف متصور مع امير وبتاع، يعني اتوقع يعني. طارق السيد عنده صفقات جامدة، بس لو الإدارة تتابعه وعينه حلوة أوي ومجربينه كتير. بالظبط هشام، لأن هو بيتفرج يعني ليه علاقة كبيرة أوي بالدرجة التانية الممتاز به يعني. الله عليك يا أحمد يا نافع، بيقول لك البروف أحسن مثل للسن، فاكر لما جبناه قلنا 75 سنة وبتاع، فملهاش علاقة خالص السن. يعني عاوزين يا اسامه ندي سيد نيمار حقه، لاعب ممتع بصراحه، اتكلم عن تحول مستوى سوي الجزيره. عماد حمد، والله اتكلمت عن سيد نيمار دلوقتي كتير يا عماد، مش عارف كنت موجود ولا لا، بس لا هو اتغير خالص، بس لسه عنده الباص الاخير ده في الفينيشنج بتاع الباص الاخير، فاهم؟ لسه بس بيتحسن على فكره. اتكلم عن تحول مستوى مستوى سيف الجزيره، انا عملت له فيديو على اليوتيوب، شكر كده دي. فانا برضو في فيديوهات على قناه اليوتيوب انتوا ممكن ما تكونوش بتشوفوها لانكم مش متابعين القناه، فقلت لا لا تحول بنسبه كبيره سيف الجزيري. انا سيف الجزيري ده انا كنت بقول عليه ما اعرفش يباص، كنت بقول عليه يعني ده اصلا توينسي ازاي ده من هنا من بولاق ابو العيله. فلا لا 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 سيف اصبح سعران، مهاجم سعران بلغه الكوره يعني، في حته تانيه، والفينشنج بتاعه على كانت ثقة، فاقد الثقة بشكل كبير يعني. أنا قلت لك السنة اللي فاتت إن الجزيرة هيبقى جامد، أنا هاجمته كتير بصراحة، ما أكدبش عليك، أنا هاجمت سيف الجزيري بشكل كبير جدا جدا جدا. قطعته، أنا بعترف لك أهو. بس هو كان مستواه عامل إزاي؟ كان أسوأ لاعب في الدوري المصري، مش هقول لك في الزمالك بس. كان أسوأ لاعب في الدوري المصري، ولكن دلوقتي بجد بجد تحول رهيب. رهيب في مستوى سيف الجزيرة، ما اعرفش ازاي اصلا تحول صراحة. قناتك جامدة والله، انسى الزملكاوية تتابعها، الفيديوهات مختلفة. هشام والله يا هشام تسلم لي والله، ده انت وجودك ينورني بس. والهم لو حابين يتابعوها يتابعوا القناة على اليوتيوب اسمها أسامة فارس، عربي تظهر لك، انجليزي يظهر، مفيش غيري في الكوكب اسمه أسامة فارس عامة. فخش بعد ما نخلص، خش على ابلكيشن اليوتيوب، اكتب في السيرش أسامة فارس، اعمل لها سبسكرايب، لو لقيت حاجة بعد كده عايز تشوفها شوفها، مش عايز خلاص. ايه رأيك في رجوع جنش؟ يا أسامة، أستاذ أسامة لو سمحت يا شباب، عشان أنا طبعا عندي قناة يوتيوب وعندي قناة تيك توك، فلازم أتنك. ها طبعا جنش أنا بحبه جدا، ورحيله كان زعل بالنسبة لي بصراحة. أنا الواد ده بحبه من زمان أوي، من أول ما طلع الواد ده بيحب النادي بطريقة غريبة يعني، والله العظيم من يعني أمور مقربة يعني، والله العظيم جنش ده بيعشق تراب نادي الزمالك، بيعشق تراب نادي الزمالك، وبيعشق جمهور الزمالك، وبتصعب عليه نفسه جدا 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 لما يفتكر إنه مشي من الزمالك، ولكن هي سنة الحياة كده. كان أصعب فترات حياته لما مشي، كان تعبان ومتدمر نفسيا، بس بعيد عن فكرني صعبانيات برضو والجو ده، لا أنا بحب جنش بأمانة. عمري ما كرهت جنش في اي وقت، مستواه نزل طلع انا بحب جنش، فاتمنى انه يرجع بصراحه. ده من وجهه نظري، في ناس تقول ان هو شايفينه بقى مهرج وبتاع وبهلوان والكلام ده كله، دي بتاع دي حاجات تخصكم او تخص رايي كله. اقرا الكومنت يا عم مصطفى ناصر، سيف الجزيره راس حربه الدوري المصري الوحيد حاليا، طبعا دلوقتي هو افضل مهاجم في مصر.
سيف ولا كاسونجو في زمانه مصطفى ناصر؟ كاسونجو ده كان بيجري غلط، بس كان بيجري يعمل كده وربنا كان بيشلح كده. انا ما حبيتش كاسونجو ده خالص لحد ما مشي يعني. مش هقول لك بقى كان وحش وحبيته، ما حبيتهوش خالص. كارتيرون كان ما كانش مدي الثقه لسيف الجزيره، وكان فاقد ثقه كتيره فعلا. كفايه دموعه في الماتش لما الجمهور كان بينده على علي مصطفى. لا 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 لا، بتصعب عليه نفسه جدا 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 لما بتيجي سيره ان هو مشي من الزمالك، يعيط. انت حبيبي يا نجم النجوم احمد محمد، ربنا يخليك. عقبال اوباما يمشي ولا يقعد؟ يمشي صح. رضوى ماشي. سيد نيمار بيطول بالكره، وريت يبعد عن المشكله دي. ده احمد نافع. نجم النجوم يا اسس، ربنا يخليك. ده محمد عوض. سيف ايه رايك؟ الصراحه قناتك جامده. ماشي قلناها عشان بس ما تهش في الكومنتات. تحيه للزمالك والزملكاويه من اسطنبول. ابراهيم تركيا بقى ونور ومهند وشفيك. والله راح يحبك. عارف انت بيتكلموا بسرعه قوي في الدبلجه. هما ده هما مش هما صح اللي بيتكلموا. والله العظيم الواحد غبي. ده هما بيترجموا بيدبلجوا. رامز ميلاد شفت موضوع سياسي تفتكر؟ تفتكر بنسبه كبيره يعني. على فكره من قبل الاصابه كمان، وفي كلام معاه اصلا. جنش حقيقي حقيقي روح الفرح وبيعرف يلم الفريق. احمد ابو سن، انا الكومنت بتاعي مزعلك في حاجه؟ والله ما شفته، حاولت اطلع فوق ما لقيتش برضه. جنش محترم وراجل ومن حقه يرجع تاني والله بصراحه. ولسه على فكره جنش مش كبير يعني. احمد محمد بجد دمك خفيف قوي، شخصيه المفروض تكون مشهوره قوي. والله العظيم يعني هقول لك حاجه، هي في ناس كتير بتقول لي كده يعني، انت ما ازاي الارقام ديت ومش الارقام ديت، واللايف بتاعك ده يبقى المفروض يبقى فوق ومش عارف. عادي، ارزاق بتاعت ربنا. انا معايا 30 50 واحد فاتحين زي الفل، بنوصل 100 200 يوم ما الذروه بتضرب مننا. عادي، احسن من اي حاجه. رضا جميل فاهم. وبقالي 4 سنين مثلا بعمل لايف، لا زهقت ولا كليت ولا مليت. انا بحبكم وبحب الزمالك وخلاص، الوضع جميل يعني. انا متابع قناتك وبحبك من ساعه ما بدات بصراحه، شخص محترم وعندك قبول ما شاء الله. عماد عماد حمدي، ربنا يخليك يا عمده. والله ده كلام كتير يعني. انت كده قلبت تركي عرباوي. علي مصطفى، بس كان في اوقات بيبقى حلو زي سموح اللي جاب لنا كاس مصر والسوبر المصري السعودي. يعني والله يا مصطفى وجهات نظر، اوقات بيبقى حلو. ما ينفعش مهاجم الزمالك اوقات يبقى حلو، لازم تستمر وتطلع كل شويه واعمل لايف كتير. احمد محمد، حاضر انصحك يا فنان تعمل اللايف بدري شويه. هشام، ما انا كنت بره بقى يا هشام، وكنت تبقى في الحصري بقى، وجبت اسمها ايه دي، جبت اكل بس مش فاكر، مش عارف هو ايه. جبت فتة شاورما. خلي بالك انا ضعيف في الاكلات، فمش فاكر انا اكلت ايه بصراحه، بس كنت معزوم يعني. عايزين حضرتك تعمل فيديوهات بعد كل مباراه زي عفيفي واسلام المصري وربنا يوفقك. محمد عبد الباسط، ولا من غير حضرتك ولا من غير الكلام ده كله. حاضر، وتابع قناه اليوتيوب، وفي قناه تبقى في فيديوهات كده فاهم، عايز اقول رايي بتاع بنزله يعني. ليه بطلت تطلع بعد كل ماتش؟ بنستنى على الفاضي عشان غالبا ما ببقاش في البيت يعني، بشوف الماتش بره، بوفق مواعيد الشغل، فبحاول لما برجع بعمل الكلام. المفروض يبقى فيه برنامج على قناة الزمالك إبداع الجمهور. أبو خالد، ما تعمل فيديوهات كده تحليل وتبدأ تطور في فيديوهات ومونتاج وكده. والله يا رامز ماشي، بس أنا شخصيا ما عنديش وقت بصراحة يعني. حاولت، فأنا دلوقتي كل ما عليا أحط الموبايل قدامي أتكلم، فيديو أرفعه، أعمل بتاع أتكلم، لايف أتكلم، بس إن أنا أعمل ومنتج والكلام ده كان عايز مني وقت، وده كان من فترة طويلة أيام الفضاء. فدلوقتي في ما في شغل وفي مسؤوليه. لولا الزمالك ما كناش سمعنا عن سيف ولا زيزو ولا بن شرقي ولا فرجاني كل دي. صح، مليون في الميه طبعا. مصطفى ناصر باشا وحبيتك والله. هو ابو بكر الكاميروني كام سنه؟ اسلام الشيخ، يا عم هنبعد عن الموضوع ليه. ابو بكر الكاميروني كام سنه؟ بس الموضوع سهل على فكره. ازاي 30؟ مواليد 92. يا نهار ازرق، ده في صوره ليه بعضلات في خدوده من هنا، بلاقي له عضلات كده كده. عارف ال... عارف البنت بتاعت الساحل اللي بتطلع الساحل دي لك كده كده، نروح الساحل. احلى فقره بستناها فقره النكت، ما دي على الغريم بقى، دي بتبقى
شوقي السعيد بيشاهد البث. اه شوقي حبيبي، وساعات بيخش اللايف، وساعات بنعمل عند بعضنا كومنتات، وساعات بنتكلم وكده يعني. اسامه فيصل ايه رايك؟ شوقي ده على فكره زملكاوي جدا برضه، عشان تبقى عارف زملكاوي جدا جدا يعني، بيعشق الزمالك وبيكره الاهلي، وهو قال كده بنفسه ان هو بيكره الاهلي، بس هو بصراحه شخصيه عسليه يعني. اسامه فيصل ايه رايك يرجع ولا يطلع سنه كمان يا عمر؟ حاليا مش متالق يعني، ف ما اعتقدش ان هو يرجع. ابو بكر 30 سنه بالظبط. عايز اقول لك كمان قبل كده كنا طالعين بس كده وبتاع بنتكلم، لقيت لك عمرو الدرديري بيتفرج، الكابتن عمرو الدرديري طبعا بيتفرج على اللايف يعني. دمك زي العسل، ربنا يخليك ابو خالد. احنا بقى هنشجع ايه باقي 5 دقايق على الفجر؟ هنشغل اغنيه زملكاويه تلهب حماسنا ونقفل عشان صلاه الفجر. اما تسمع اغاني للزمالك او حاجه للزمالك لازم تتنك. رايت ناديه رفعتها كل الظروف وهزمتها، ومع كل احنا بحبه اكتر بعدها. انا قلت كتير من غير تفكير، عندي الزمالك قبل الدنيا دي كلها. اشهد يا تاريخ ولع شماريخ، انا بطل القصة، انا نجمها. لو في مركز اول بقى دوري وكاس والثنائية كل اسبوع، حقي حقي 5 كل ماتش، بكسب كل ماتش 5. انا بطل القصة، انا نجمها. لو في المريخ هتلاقوا صريخ بيقول يا زمالك، ده فريق انا، ده فريق انا. ايوه هنتنك يا صاحبي، احنا هنتنكين اصلا. بص 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 ايه اللي بيحصل بقى؟ تفرح لذيذ. لا لا بص بص، ايه اللي بيحصل هنا لما بيحصل اي دروب عندنا؟ بيحصل ان احنا بنقع او بيبقى في ازمه او حاجه؟ لا، تعال اقول لك بيحصل ايه. مره وقعت في رحلتي، وكان ممكن تخلص قصتي، ولا اي لحظه عزلت بيا اتبدلت. ده في اللي سابني في الطريق، وفي اللي كان عامل صديق، وفي النهاية مسيرتي برضو كملت. أنا قلت كتير من غير تفكير، عندي الزمالك قد الدنيا دي كلها. اشهد اشهد ولع شماريخ، أنا بطل القصة، أنا نجمها. أنا وإنتو في المريخ هتلاقوا صريخ بيقول يا زمالك، ده فريق انا. اشهد يا تاريخ ولع شماريخ، انا بطل القصة، انا نجمها. لو في المريخ هتلاقوا صريخ بيقول يا زمالك، ده فريق انا، ده فريق انا. اشهد يا تاريخ، براحتنا الدوري في منطقتنا. الصلاة على الصلاة، شغل التوك توك اهو حلو، ده حلو والله. انزلها، انزل صورة واكتب عليها براحتنا الدوري في منطقتنا. انا احب الحاجات دي اصلا، عارف انت بقول لك ايه، بقعد اقرا كده على العربيات وانا ماشي، يتمونا عشان ما عرفوش يضربونا الكلام ده كله، فاهم يا ايمن؟ كل ده جمدان. على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا الزمالك عندي أحلى وأجمل الأشياء. بحبه لما يكون بطل، وأحبه لو كان مش بطل، بشجعه مهما حصل وأفضل من العشاق. على الزمالك التاريخ يقدر يقول ما شاء، أنا الزمالك عندي أحلى وأجمل الأشياء. بحبه لما يكون بطل، وأحبه لو كان مش بطل، بشجعه مهما حصل وأفضل من العشاق.
وبحبك يا زمالك. مفيش اخبار عن مصطفى فتحي؟ اقول له الزمالك اجمل العشاق وعامل فيها احمد حلمي، وقول لي مصطفى فتحي احنا المختلط واحنا فاروق. انصر بقى، انصر عشان الماتش اللي جاي. انصر يا رب الابطال، معاكوا نكمل المشوار، بايدينا نرفع نادينا واحنا باعلى صوت دايما هنقول الزمالك، الزمالك فريقي، الزمالك هفضل ورا على طول، الزمالك ده البطل الحقيقي، الزمالك انصرنا يا الله، انصر يا رب الابطال، معاكوا نكمل المشوار، بايدينا نرفع نادينا واحنا باعلى صوت دايما هنقول الزمالك، الزمالك فريقي، الزمالك هفضل ورا على طول، الزمالك ده البطل الحقيقي، الزمالك انصرنا يا الله. بحبك انت بس، بخلص لك انت بس، احنا بطل وغيرنا فشل، انصرنا يا الله. خلينا نقفل بقى اللايف على انصرنا يا الله، دايما على طول معاه، بايدينا نرفع نادينا واحنا باعلى صوت دايما هنقول الزمالك. بص شرفتوني ونورتوني، احلى زملكاويه في الدنيا، 3 دقايق على صلاه الفجر، تصلي الفجر، تدعي لي، تدعي للزمالك، تدعي لنفسك، اوكي متنسانيش، ها، وبس. ونتقابل اللايف اللي جاي امتى وامتى فين مش فاكر، بس احنا لسه هنلعب يعني كمان اسبوع. نشوفك بكرة، بكرة على طول كده لو لقيت وقت فاضي نطلع نتكلم وندردش في الأمور والكلام ده كله، ونشغل أغاني وبتاع عادي يعني. تابع الفيس، تابع اليوتيوب، تابع التيك توكس، بس كده. تصبحوا على خير، وخمسة، خمسة عليكم، خمسة علينا، خمسة علينا، وخمسة على زيزو، وخمسة على النادي، وخمسة على فريرة، وخمسة عليا، وخمسة عليكم، وخمسة على كل الناس. تصبحوا على خير ومع السلامة.